تحياتي دلتا للسكر، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول فوق مناطق الدعم الفرعية اللي عنده مستويات ما بين 61.70 لحد مستويات 63.90 جنيه أو مستويات 64 جنيه. ما زلنا شايفين إن السام ده عمل لي دورة سعرية، وهذه الدورة السعرية جت على شكل 1 2 3 4 5، وما زلنا بنستهدف تصحيح واقتراب من مناطق البيس فور مرة أخرى للبحث عن قمة جديدة قد نتجاوز فيها مستويات 90 جنيه. طيب ايه مشكلتنا مع السهم ده؟ مشكلتنا مع السهم ده ان احنا ما زلنا تحت ضغط مستويات 61 فيبو. انا عشان اقول ان السهم ده صعد بمنتهى البساطه، عايز السهم ده يصعد ويكسر للمناطق دي ويستقر فوق منها، اللي هي مناطق ال 77 جنيه الى مستويات ال 78 جنيه. ولكن احنا نصحنا بالشراء من المستويات دي اللي هي تحت مستويات ال 69 جنيه، وما زلت شايف انها اي تراجع ليها وفرصة ممتازة، وما زالت فرصة ممتازة. السهم اداني فرصة وتراجع اكتر، هيكون فرصة ممتازة للتعزيز اللي ممكن ينزل ويروح بيا تحت مستويات ال 61 جنيه، وهشرحها ببساطة ليه. طيب لو انا قلنا الموجة الثالثة بتاعتنا انها ممكن تصحح لحد مستويات ال 38 فيبو صح الى مستويات ال 50 فيبو، فاحنا محددين المناطق دي. فالسهم لو تراجع للمناطق دي مفيش داعي للخوف، يعني رغم ان انا عندي تصحيح مكتمل هنا، ولكن هذا الانعكاس ما زالت النظرة سلبية لو ما كسرناش مستويات ال 77 جنيه اللي احنا بنقول عليه. طيب لو رحت بقى على فريم 5 دقائق، وده اللي يهمني في القصة دي كلها، ان انا عايز اشوف هيكلة التصحيح الهابط ده. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان احنا عندنا تصحيح نازل مكتمل، يعني انا عملت هبوط خماسي بهذا الشكل وصعدت، وعملت هبوط خماسي اخر وصعدت، فما زلت شايف ان ده انعكاس. انعكاس ليه؟ لان احنا لو لاحظنا نلاقي هيكلة الصعود اللي حصلت من المناطق دي، احنا عندي هيكلة صعود خماسي وليست صعود تصحيحي، وده اللي واضح عندنا من المستويات دي. يعني انا لو لاحظنا هنلاقي ان انا عملت واحد، عملت اتنين، ده كله كان تلاتة، وتراجعت باربعة، وعملت موجة خمسة، وما زلت بصحح وبنزل لتكملة الاتجاه الصاعد. طيب المفروض ان انا يتعمل عندي مناطق فرعية. مناطق فرعية ايه؟ انا مستني يحصل ردة فعل من المناطق دي كلها ما تتكسرش ويديني شمع فوليوم، رغم ان انا شايف ان انا عندي تصحيح هبوط نازل بشكل خماسي، وده اللي مخليني بخوفني من هذا السهم في المستويات دي، واحنا بنتكلم على فريم صغير جدا. طيب انا السهم لو احترم لي مستويات ال 67 جنيه وما كسرهاش، هقول ان انا النظر عندي ايجابية وفضل محافظ على المناطق دي، وده اللي يهمني انه يفضل محافظ على المناطق. لو محافظ عليها هنتظر يهبط. طيب انا لو عايز استثمر في السهم، ما زلت شايف اي تراجع للسهم ده هو فرصة ممتازة للشراء. مش لازم فكرة ان انا اخد السهم زي انعكاس، لان احنا عندنا تصحيح مكتمل وعندنا انعكاس واضح ان هو انعكاس قد يكون انعكاس حقيقي، لان حتى على فيلم الخمس دقايق واضح ان ده انعكاس حقيقي، ولكن ممكن يكون بيديني موجة وبعد كده صححها وبيديني موجة تانية، يبقى صعود على شكل زجزاج خماسي، تصحيح خماسي لتكملة الاتجاه الهابط. ما زالت النظرة حتى الآن لن تتأكد إلا لو اداني صعود انفجاري من المناطق دي، أقول لك أنا تحولت على ترند صار. لكن أنا كمستثمر أي تراجع للمناطق دي هو فرصة ممتازة شرائيا. تراجعت ونزلت وكسرت مناطق الطلب الفرعية دي، هشتري تاني وعزز، وما زال لسه أهداف كبيرة. طيب لو انا بقى بقول طب انا عايز احدد اهدافي للسهم ده، يا سيدي خد مستويات ال 261 فيبو من الموجه الاخيره، يعني ما تفكرش في حاجه تانية، خد مستويات ال 261 فيبو من المناطق دي بس، لا اقول لك لا اكتر ولا اقل. يعني ايه؟ يعني استهدف مستويات ال 90 جنيه، ورغم ان انا شايف ان السهم ممكن يروح لحد مستويات ويكسر مستويات ال 100 جنيه، ولكن يتشكل انعكاس ويحصل لي انعكاس واضح، وبعد كده نحدد اهدافنا من الدورة السبعية. ما زلت شايف ان احنا في مناطق شرائية، لو نزلت تحت مستويات ال 67 جنيه هتكون فرصة ممتازة، التعزيز ممكن يوصل لحد مستويات ال 60 جنيه، يعني لو رجعت لمستويات ال 60 جنيه ما اقلقش، بل يبقى عندي فرصة ان انا اعزز في السهم، لاني ما زلت بستهدف اهداف كبيرة للسهم. اول هدف عندي هيكون مستويات 90 جنيه ومستويات ال 100 جنيه يا شباب، مش بعيد على السهم ده، وان شاء الله نحققها وبالتوفيق.